بس الشيخ جاب الله كنا بنقرا سوا في ميتم في سيدنا الشيخ مصطفى البرول في المنوفيه بلدهم بتاع بتبس. وبعدين انا قعدت اقرا ربنا تجلى علي قوي. هو جه في الاخر كده قال انت تنك تقرا لي امتى والعين نختم امتى ونسوي امتى والعين نتعشى امتى وننام امتى ما تقرا ايه ده؟ العشاء امتى؟ بالمناسبه بنحكي الحكايه دي. فبصيت لقيته بقى جه تاني مره رحت برضه هو قال لي كده وشتمني ورحنا قايمين ورحت انا هو نام قعدت ابص في ايده وابص في راسه اقول له معلش غلطت لي بكره اللي هقرا لك بس نص ساعه وانت تبقى تقرا كيف. وبعدين فات الميتم ورضيته وبست ايده ومشي. الشيخ العقلي رحمه الله عليه كان مكتب رحت اقرا فقعدت اقرا في ميتم لا لما كان ميتم عند الحسين قرينا العصر شويه وفي الليل شويه وصباحنا الصبحيه بقى الضحى بيجيبوا الصواني اللي بتركوا عليها مغطيه بالمكبات وكل واحد من عيله ابو حسين يجيب الصينيه على هذيك رومي الا الصينيه بتاعت مين؟ بتاع الميتم يجيبوا الضلع لانهم بيذبحوا شمبالي. وبعدين جاء لي مصطفى واحنا رايحين نصلي الظهر بعد ما قرينا كل واحد شهر واحنا نصلي الظهر في الجامع قال لي مصطفى قلت له نعم قال لي قعدني على 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 صينيه يكون فيها ذكرومي. قلت له طيب حاضر حاضر اكل اكول كان اكل اكل وبعدين قمنا انا دخلت انا وهو مشينا قعدنا بره السفره لغايه ما قالوا اتفضلوا ما حدش يبص على السفره لما يقولوا اتفضلوا اتفضلوا يعني كل واحد صنيته وبتاع زيده والصينيه والخدام بتاعه واحد شايل اللبريق واحد شايل الطشت وفي الخدمه والفوطه على كتفه كل صينيه تيجي من عزبه من عند اي واحد كده بالشكل ده. وبعدين جه قال عبد الله والشيخ العقلة بقى دخل كده ومشي قدامي مشي سبقني بخطوتين جه عبد الله بيه الصينيه بتاعته في الاول كده على الشمال. جه قال شيخ مصطفى قلت له قال لي اقعد ما هو لما يقول لك اقعد يعني تقعد لان دول يعني ما فيش حاجه اسمها قلت هنا ومتشكرين ده كلها جايبين علشان الضيوف يعني تقعد ما فيش فيها كلام. فقعدت الشيخ العقلة راح قعد في اخر اتيجي الصينيه اللي هي بتاع الميتم بتيجي قدامه اللي فيها الضلع وهو ما بيحبش اللحمه يقول انا ما باكلش اللحمه انا باكل الفراخ كان يقول كده. ايوه فدخل وقعد وربط الفوطه على رقبته كده وقعد لا ده كان فتح وربط الفوطه كده واستعد. وبعدين عبد الله بيه بص كده قال خلاص قال له خلاص قال شيلوا يعني كله كل واحد من الخدامين اللي شال مكبه وده شال مكبته ومشوا راحتهم هناك وقفوا في الخدمه. العقله بيبص كده لا ضلع اتفتت ايده قام قايم كده قال مصطفى مصطفى قول له مصطفى اقول له الله نعم تعالى يا شيخ محمد. قال انت فين؟ الراجل يقول اقعد يا استاذ اقعد قال انت بتنده لي؟ قلت له طب تعالى عبد الله بيه قال لي ايه تعالى يا شيخ يا عقله تعالى يا شيخ يا عقله تعالى اتفضل تعالى اتفضل. ورجع اعتذر لصاحب الصينيه قال له لا مؤاخذه اصل المشايخ لازم ياكلوا جنب بعض يا سيدي لما فجاه انا قعدت بقى اقطع عبد الله بيه قال لي اسمع يا شيخ مصطفى قلت له نعم قال لي العقله جنبك اكله خد اديله كان يقطع البتاع ده واديله صدر ياكل اديله حته من صدر ياكل اقطع له الحته بتاعت الطبله دي ياكل يبلع كل وانبسط. وبعدين قمت بقى روحنا بقى دخلنا جوه ننام لنا شويه على ما تيجي العصر. اقول له ازيك يا عم الشيخ محمد؟ قول لي اخلص ايه الكلب. يا عم الشيخ محمد انا بقول لك اخلص. انا مش عارف ايه بتاع ايه انت مش عارف ازاي؟ قلت له والله انت خدت بعضك ومشيت كده ولما تقعد عند الصينيه ما اقدرش اقول لك قوم لان دي تبقى عيب عندهم. فالمهم اتصالحنا وجه ميتم كمان في 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 في, في طنطا وكنت سهران سوا انا وهو قعدت اقرا من اول سوره يا رسول لا يحزنك
بتاع البقر. أم هو جه أرى ورايا قال لي المائدة، قال لي أنت بت 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 بتبتدئ لي وأرى ورايا وكويس وأرى وخلاص. آه وبعدين خدت بعضي وتلفت ماشي وطلعت. الميتم كان قريب من قسم أول. أنت أنا طلعت كده لقيت عسكري واقف بقول له يا عسكري. قال لي نعم. قلت له الراجل ده هو بيشتم، هو طالع بقى يشتم ويقول لي إيه الكلب مش عارف إزاي بتاع إيه. قمت انا بقى قلت له طيب يا عم محمد ده الله يسمعك، لان ده راجل قد والدي ما اقدرش. الله يسمعك يا سيدي. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي كذا وكذا وكذا. وبعدين العسكري ام هو قال للعسكري إيه إيه لا لا دي ابني ده انا بهزر وياه إيه إيه. وانت يعني مش عارف ايه وانت او ايه وهو غضبان. ومشينا لحد قسم اول وقلت له اتفضل يا عم محمد عزيمه في القسم نخش سوا. لا مش مؤمن اتفضل. انا ببقى مبسوط وبهزر وياه. وبعدين قال لي انا مشي شويه لما سابنا كده القسم بقيمه يعني شارع قال لي نعل ابوك ابن كلب وطار وطار مشي طار. حسن ابنه قبله قلت له يا مش حسن قلت له خلصك ابوك اشتمني وكذا وكذا وكذا. قال له ليه يابا بس